مساء الخير، مساء الخير والحب والنشاط والفرح على احلى مستمعين مستمعين اذاعات كاب راديو. مساء الخير لكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم جليسه الاحباب. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم جليسه الاحباب. دائما كنتمنى انه برنامجنا يكون كينشطكم ويضحككم ويفوج عليكم. كنرحبوا ايضا بفريق عمل البرنامج ديالنا، عاطف حبيب من الاخراج الصوتي، ياسين بوجيده من اخراج الفيديوهات، ويوسف في استقبال المكالمات. مستعدين؟ جاهزين؟ وحلقه جديده مستمعينا الكرام من برنامجنا وبرنامجكم جليسه الاحباب. وموضوعنا لليوم مستمعينا، شنو من هذه الكلمات اللي ما تقدروش تقولوهم ابدا؟ اول كلمه اسف، او احبك، او اكرهك، او وداعا. من هاد الاربع كلمات شنو هي الكلمه اللي ما كتحملوش تقولوها ابدا وما عمركم قلتوها وما غاديش تقولوها ابدا في حياتكم؟ باش تتواصلوا معنا وتقولوا لينا شنو الراي ديالكم في هاد الاربع كلمات، عيطوا لنا على الارقام ديالنا 0539333333 او 0539349440. وننتقل الى صديقتي الصدوقه، واش تقولي لنا شنو هي الكلمه اللي ما كتحبش تقولها؟ يعني ما كتبغيش تخرج عايشة دايما بتستضيفني في البرنامج وبتنتقل معايا على طول. ايوه انا كيعجبني نسقسك. يلا بصي، انا ممكن اقول عادي الى خطيت كنقول اسف عادي، ماشي مشكل. طبعا الناس كلها عارفه ان انا بحبها، بوزع بدل ده احب على العالم عادي جدا. كنكرهك تقدر شويه الواحد حتى لو بكرهه شويه اقول له انت بكرهك في وجهك ما يمكنش. عاطف كتقولها له بكرهك واخر كلمه هي اللي اظن ان انا اللي هختارها اللي هي وداع. ما كيعجبنيش شي واحد يكون عزيز عليا بزاف ونقول له بسلام. زينة عاطف، انا نخلي الراي ديالي ولا اخراني؟ زينة، انا نقدر ما نقولش اسمح لي. ها يعاود نايل، كتجيك صعيبه تقول اسمح لي؟ خصوصا كان في الديفون، نقدر نقولها بحال دابا هي دابا عيبس نهني السق وصافي. اسمح لي اما كان الديفو ديالي وانا عارف ديالي ما نقدرش. والله ما تقول اسمح لي، والله ما نقول. زغرش يوسف، شكون ما كتقولش؟ حيد زينة، حيد عائشة، غمض عيني. I love you، احبك. هاي 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 على الغرام. ما امبارح ما قدرتش تقول لنا مين اكثر حبك الاول. وكان كرهك حتى ما كيقدرش يقولها. المشاعر عنده يعني لولا اي لاف يو. لا اسف، اسف. انا بحس الناس اللي ما بيرضوش يقولوا اسف واسمح لي ناس مسمومين. و ياسين بوجيده ما بتقولش حاجه؟ وداعا. ايوه انت زي مش بتحب تقول وداعا. اي لاف يو واسمح لي. وانت يا لالا؟ صراحه انا اسمح لي نقدر نقولها اي لاف يو غير مشيره، يعني في ما مشيت كنقول اي لاف يو. كنكرهك انا كنكونش كنقصد بها اني كنكرهك، بصح ولكن الا حصبتيني وانا معصبه منك كنقول لك كرهتيني ولا كنكرهك ولا شي حاجه، ولكن كرهتك ولكن ما كنعنيش معنى يعني انا كنكرهك. دابا انا كنبغي شويه كرهتك الله اكبر. باي صراحه كتجيني ثقيله شي واحد عزيز عليا نقول له باي باي. لا صراحه انا مثلا شي واحد الا عرفوا ماشي كتجيلي يعني ما بتحبيش تودعي حد مثلا. لا 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 مستحيل، زعما نستنى وانا عارفه غدا مسافر نوض مثلا باش نودع. الله يعاونو، الله يسهل له، الله يجيب له التيسر حتى يجي ديك الساعه. صعيب لا لا الموضوع دلوقتي، مش هنركب الحنطور، هنرفع التليفون ونستقبل اول اتصال معنا في حلقتنا لليوم. خالد من طنجة. الو يا خالد. الو عائشه بخير حبيب قلبي، ازيك؟ زيانه توحشنا لك. انا اكثر منكم، جيتيني في بالي البارح كنقول خالد شحال ما عيط لنا. واه بغيت انا نعيط البارح حيت كان موضوع ماشي على قدي. دابا على قدك يا واد يا واد يا واد يا واد. طب قول لنا يا حبيبي. عاطف، واول مره عاطف كيحضر معاكم. لا مش اول مره، مش اول مره، شنو غيب بعد غياب طويل. ايوه طول غياب طويل. غياب خلاص اهو رجع تاني، رجع تاني يا خالد. قول لنا يا حبيبي شنو من هاد الاربع الكلمات اللي على قدك، يعني اسف ولا كان بغيك ولا كان كرهك ولا بسلامه، اللي كتجيك صعيبه باش تقولها؟ يمكن اختار جوج حاجات.
مكلف. اوكي ماشي مشكل اختار، بس قول لنا علاش. انا اللولي كتجيني هي بسلامه صعيبه صعيبه، يعني واحد يعني واحد عزيز عليك، يعني بحال اللي عندك، يعني اعطيكم مثال ياسمينة ملي كانت مسافرة لبلجيكا ما قدرتش. انا ما نسيناهاش ياسمينة، ما قدرتش تقولها بسلامة ياك. لا لا لا، مثال عندكم مثال شي واحد ماشي مسافر ياكو عنده خدمة ضرورية ياكو يما يخليها في المغرب، يعني تجيه صعيبة يقول سلامة. يعني طبعا. والكلمة الثانية قلت تختار جوج كلمات، والكلمة الثانية الكلمة أحبك يا وادي أحبك يا أحبك الخجول. علاش كتبغي تقول أحبك؟ بالعكس واحدة أحبك أهو يا خالد، أحبك يا خالد. علاش علاش خالد علاش ما كتبغيش تقول أحبك ولا كنبغيك؟ يعني كتجيني صعيبة شوية، يعني كتحشم يعني انا ماشي كان خرجانيش، يعني ماشي يعني بالافعال بلاتي تكبرت وليتي رشرش احبك ما نعاودلك شي من ادخل الدار ديالك وتينا احبك احبك تترجع. شكرا لك الغزيوان على هذا المكالم، شكرا لك غالي. بصح حنا تربينا الله يسمح لنا، يعني حنا كاملين بنات تربينا، مثلا الا كنا جالسين هيدا مع الدار مع امنا وبانا وسمعنا في التلفزيون ولا شي حاجه شي واحد كيقول كنكرهك شي واحد، كتجينا عادي سبحان الله ما قلت حتى حاجه. ولا شي واحد قال كنبغيك شي واحد كنحشمو كنتزنقو، ويا بالعكس يعني كره اللي واحد حاجه قبيحه وخصنا نحشمو منه، ماشي الحب. الحب الحب سواء الحب عامه حنان عن لا الحب عامه، سواء كتبغي باك ماماك خوتك اللعبه عندك عزيزه تليفونك بيسي ديالك فهمتي ستيلو ديالك اي مكلة. حاجه ماكله اهم حاجه فهمتي، يعني مهم تبغي. ايوه فعلا. ونمشي نستقبل مكالمه محمد من الصويره. الو يالو. الو اختي عائشه. الو سي محمد لاباس عليك؟ تحياتي لكم جميعا. تحياتي لك ايضا. أيوا كي بخير؟ لا بس الحمد لله تنام زيان بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي سي محمد شنو الكلمة من هادو اللي ما كتقدرش تقولها دغيا ولا ما كتخرج لك شي بسهولة؟ تقدر تخرج لي كل شيء أنا من البلاصة أصلا. بايع القضية عادي. نقدر نقول لك كنكرهك ما نبغيك ما نحملكش الله يعاونك كل شيء نقوله أنا صريح. باي ماشي باي كل شيء تقوله ياك ما عندكش مشكل. دا الملكيت في الديف وكلشي نقولو اللي في وجهو ديريكت. تبارك الله عليك. طب ولو غلطت في حد ماشي مشكل تقول له اسمح لي ولا اسف وديكشي عادي؟ لا لقيت في الديف ونقول له ديريكت انا في وجهو ديريكت ما لا ولكن قبلك الله يعاونك. الا انت غلطتي في شي واحد يعني الغلط فيك ماشي في داك الشخص باش تقدر تقول له الا غلط نعتذر لي نقول له اسمح لي. تبارك يعني انت انسان صريح واضح شفاف. الا غلطت نقول له ودي اسمح لي انا غلط. تبارك الله يا ريت كل الناس زيك يا سي محمد والله. كنا ارتحنا. تبارك الله عليك شكرا. قلت لكم كنا ارتحنا شكرا. شكرا ليك سي محمد مصويره بتحياتنا الناس ديال الصويره. سي نايلة غلطتي في الحق شي واحد كتقول اسمح لي؟ ابدا عمرك ما قلتي لي اسمح لي، عمرك ما قلتي لي اسمح لي. دايما كتغلط في حقك، دايما كتغلط في حقي. عمرك ما قلتي لي حقك؟ لا الصراحه كتقول لي اسمح لي، كتقول ايوه بقول اسمح لي لو غلطت، اما لما غلطتش اقول اسمح لي على الهوا. لا لا الصراحه كتقول اصل في ناس بيقولوا اسمح لي واخا هما مش الخطا ديالهم بيقولوا اسمح لي باش يقول صافي نسمح انا بحقي باش ما يعملش. هذيك انا والله العظيم بعمراني بصح كنقول اسمح لي وانا ما عندي شي اصلا علاش نقول اسمح لي او لا ما عنديش علاش اصلا نطبطب عليك ولا شي حاجه. لا ما عنديش هذه القضيه. لا بحق ان شاء الله دابا نزوله. طب تعالي نعمل تحدي صغير. نقول هذه الكلمات بلغات يعني بلهجات اخرى اوكي؟ يلا قوليها بال انتي انا اقولها بالفرنسي. يلا قولها بالفرنسي. يلا شني اسف بالفرنسي؟ جو سوي ديزولي. برافو. اولا باردون. جو تيم. يلا جديد. جو تيم با. شني كان كرك؟ جو تيم با ما كان بغيكش. جو تيم با. ايوه صحيح. يا حبيبي ان الله مع الارفوار على رايي. حبيبي يا حبيبي في عبده ارفوار ارفوار صحيح. طيب يلا قوليهم انت بالانجلش سهلين. سوري اي لاف يو اي هيت يو باي. بالاسباني بيردون بيردون تيامو او لا تيامو تيامو با تيامو با هاستا لويغو هاستا لويغو. لا كنكر كنعرف هاستا هاستا مانيانا هاستا هاستا نظر هاستا مانيانا يتنغدى. ايوه ده احنا لغات اهاني بهركم. لا لا قولها بالخليجيه. اسف حقك علي
احبك احبك يلا اكرهك تش وداعا تش لا لا شنو باي مع السلامة مع السلامة قلب لبنانية انا كثير اسفه بحبك بكرهك ما بطيقك باي. باي مشكلة يا وداعا يا وداعا يا باي ما عندش التلسة سلامة إلى اللقاء إلى اللقاء يلا قلب شي قلب تركية بلات أنا نقول أشكم لا لا مش أشكم سيني سيفيوروم أحبك أكرهك أشكم يلا لا أشكم سيني سيفيوروم باي لاتي أزول دليرم هي آسف أزول دليرم أزول دليرم هي آسف كان بغيك هي سيني سيفيوروم عشا خانم كان كرهك هي نفري تيديوروم نفري وباي هي جروشرز تحية لعيشة الشحن علي تحية من تركيا معانا دفنا خانم هنا ما شاء الله حمرتيني الصراحة ودلوقتي نروح عند نجمة باش نشوفوا نجمة هتختار ايه من الاربع اختيارات هذه الو نجمة الو الو حبيبتي لبس عليك وشي مزيان لا بس الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي ايه الاخبار الحمد لله قولي لنا حبيبتي شنو هما من الاربع كلمات اللي كتجيكي صعبه باش تقوليها اش نقول لك انا مهم انا اسمح لي كنقوله اذا كنت انا غلطه اها كنبغيك الا كنت كنبغي بصح كنقوله طب هسالك سؤال لو شي واحد تينا كتبغي ولكن هو باقي ما قالكش انا كنبغيك واش تقدر تقوله له انت الاولى ولا لا مستحيل لا لا صافي اسكت وصافي اوكي نكمل وكنكره هذه ما قمتش فرصتي لكن لو جات لك الفرصه تعبري عن شعورك كنكرهك صافي كنكره كي جاتني فرصه نقول عادي نقول انا من هذا المنبر لا كتقول انا من هذا المنبر احذروا يا اصدقاء نجمه احذروا اللي حوالين لاتي نجمه دابا يعني مي كتقول كنكرهك واش كتكون فعلا كتكره داك الشخص او مثلا غير معصبه منه كتقول كنكرهك دابا انا المهم بقى ما جاتنيش فرصه نقول مثلا الناس اللي كنكرههم دابا صافي ما جاتنيش فرصه لا حبيبه جبنا لك فرصه قول لهم دابا عندك شي ناس كتكرههم بالناس ولكن دابا نقول هيدا هما لاغا كرهتك تعطيني فرصه ايوه ايوه هذا كل اللي بنقولها يعني اها طب وبسلامه ديك كنكرهك اللي حرجه ما قال زعما شي واحد كنكرهه بقى ما جاتنيش فرصه صافي ها هي الحبيبه ديالي فرصه قول لهم كنكرهك واحد بالواحد والله تتبرد على قلبك عارفين راسكم اللي على راسه بطحه طيب وبسلامه وداعا كتقول عادي ولا كيبقى فيك الحال؟ ما كنجيبيش لحظات بالوداع وما كنحطش فيهم ما خصنيش نحط في وقت الوداع ربنا ما يجيب لك يا حبيبتي لحظات وداع ابدا ان شاء الله يجيب لك غير الحب والفرح والسعاده شكرا ليكي يا نجمتنا الحلوه على الاتصال الجميل ديالك عرفتي انا اللي ما كتعجبنيش هي انا عارفك هتقول لي نقول لك سمح لي وغت تقولي لك لا مش هسمح لك تين عملتي فيا تا عملتي وعملتي عاد مش هتقولي سمح لي عن ود انت طب انت لو كنتي عارفه ان الشخص هيقول لك ما نقولش مش هتقوليها لانه مش يستحقها اصلا وانا مشي عند عاطف قولي جمع معنا شويه من غير باي شنو ما كيعجبكش اخر مثلا لا انا ما قلتي باي انا قلت ما كنقدرش نقول سمح لي سمح لي سمح لي اخي نسيت سمح لي اخي نسيتك اخي الله يسامح يلا قول سمح لي ما كنقدرش تقولها I love you ولا كنبغيك ولا احبك لا ماشي مشكل سير اشرش هذيك سير اشرش ديك احبك ما شاء الله واخا اي هيتي ولا كنكرهك يعني غادي نقول كتكون كتكره الشخص بصح ولا مثلا كتكوني معصب منه لا كنكرهه كنقولها بجوج كتجيك هانيه تكون شي واحد كرهتك بسلام كرهتك وبسلام هذيك جوج مور بعضو هذيك كرهتك وباي وباي مع بعض ما كيتفرقوش ياك علاش شرير ماشي شرير هو ما عنده علاش الحبيب والله الا انا ظريف وكيوتو شو انا مابقيتش كنتيق الناس اللي كيقولوا هيدا شنو هي الناس اللي كيبغيو يقولوا انا ظريف وكيوتو كيقول كنكرهك اش عندك لا والو مابقيتش كنتيق الناس رجعنا معكم مستمعينا الاعزاء بعد هذا الفصل الاخباري باش نستكملوا الجزء الثاني من حلقتنا اليوم واللي كالعاده كنبداوها باخبار الرادار
إذن أولى الأخبار اللي التقطهم لنا رادار كاب غاديو على الفنانة نجاة تعتبو زوج ديالها مراد الحديري للدولة بعد صفحات على الإنستغرام مقطع صوتي لزوج الفنانة نجاة تعتبو كشف من خلاله أنه ما عندوش علم بنشرها الخبر الطلاق ديالهم وأنه ما كيعرفش تحاجة على للدول. وضاف أيضا ذات المتحدث أنه لا يستطيع أن يتحدث عن طلاق لأنه بالأساس ما عرفش أو ما كيعلم حتى شي حاجة على هذا الموضوع وطلب أن يتم الرجوع لنجاة في هذا الأمر لأن هي المعنية بالموضوع كونها صاحبة التدوينة. والخبر الثاني معنا مستمعينا على الفنانة صغيرة والساعدة والجميلة جدا لينا أكدور. لينا أكدور نشرت مؤخرا فيديو بيجمعها مع الفنان الكبير رشيد الولي استعدادا لتصوير الجزء الثاني من مسلسل الماضي لا يموت. وكتبت لينا أكدور تعليقا على هذا الفيديو: فخورة جدا أنني أمثل إلى جانب الفنان وعملاق الشاشة المغربية رشيد الولي. أخبار ثالث ليرسدوا لنا أيضا رادار كاب غاديو على الفنانة المغربية أسماء الخمليشي اللي رجعت أيضا تشارك المتابعين ديالها مقطع فيديو خاص بحصص اليوغا والتمارين الرياضية اللي كتقوم بها رغم جدل اللي كتسيروا بعد المقاطع اللي كتداولة عبر منصة التواصل الاجتماعي في الأوقات السابقة. ونشرت الخمليشي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على الانستغرام نهاية الأسبوع الماضي استعرضت من خلاله لياقتها البدنية ورشاقتها أثناء مزاولتها لبعض التمارين اليوغا في إحدى صالات الرياضية بمنطقة عين دياب بالدار البيضاء. إذن كانوا هادو مستمعينا الكرام هما الأخبار اللي رصدهم لنا رادار كاب غاديو وغادي نرجع بكم الفقرة الدردشة وموضوع الحلقة. وموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام شنو هي الكلمة اللي ما تقدروش تقولوها بسهولة من هادو: آسف، أحبك، أكرهك أو وداعا. فكرتيني برح كنت عايزة أهني واحد الشخص جميل جدا كان عنده عيد الميلاد وهو سي محمد شحموتي ولكن نسيت اليوم كان هني بقول له كل سنة وانت طيب يا سي محمد وإن شاء الله كل سنة أطول من السنة اللي قبلها وأعظم وأضخم أعرض وأعرض. أيوة يا ديك برافو. عنو نمشي نستقبل مكالمة وسارة من الدار البيضاء. ألو سارة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، لاباس عليك؟ الحمد لله كل شيء مزيان. كل شيء الحمد لله. سارة قولي سارة شنو كلمة من هذه اللي ما كتقدرش تقولها بسهولة؟ وصراحة كانت وقعت لي غير مؤخرا، يعني أنا من ذاك النوع يعني الإنسان كيحاول يجبر الخواطر من جرح الناس ويدوش الكلمة اللي صراحة باسكو سمعت في قبيلة اللي دارت اللي قبل أنكم كتبغوا شي وحدة واش وقعت لها شي حاجة خلاتها ما تقولش واحد الكلمة. أنا وقعت لي ما نقدرش نقول كلمة وداعا. واحد الإنسان اللي نعرفه مدة 4 شهور تقريبا ومن فينا من قبيلة المعقول وكل شيء كان خاصني نقولها وخا داك الإنسان كان يعني من داك النوع اللي أي وحدة تقدر تكون والسبب هو الدين. والسبب شنو هو؟ شنو هو السبب؟ ديانته ماشي هي ديانته ماشي هي. ما سمعناش يا حبيبتي سارة شنو هو السبب؟ عندها أهم حاجة وما سمعناش. شنو هو السبب؟ الدين، الديانة. ديانة، اوكي هو مديانة ماشي ديالك. اها مسيحي وقيل عيكون. المهم يعني الدين الدين مع الاسف. تقدري تقولي وانت اكتشفتي الحاجة دي مؤخرا ولا من الاول عارفة انه الديانة مش لا هو صراحة كنت عارفها وكنت غير يعني كنت عارف عادي ولكن وصلت واحد الوقت واحد الظروف كنت خفت منه ما لقيتش واحد وقف جنبك من غيره. يعني حتى فغصب عنك يعني سقطت الحجر الصحي زي ما قلنا الحجر الصحي وهذا دونك لقيتو يعني كنت بوحدي الحجر الصحي قدام بوحدي في الدار وكل شيء وكنت بوحدي وكنت مريت من واحد الأزمة خايبة وهو اللي لقيته يعني هو اللي وقف معاك هو اللي كان معاك ما قدرتيش تقولي له وداعا ما قدرتش وشنو خلاص قطعتي وخلاص كده ما حيتش صعيب صافي كانت صعيبة حيتش لا أنا كنا عارفين ثقافة مغربية الثقافة العربية هكا دايرة ما نقدروش ولا في الدين ديالنا تيغشي وهذا الشيء دونك كان صعيب عليا هو الانسان اللي كيطبق فيه في اللي كيبخل فيه في الديانة ديالي يعني كانت صعيبة بزاف. سارة حبيبتي شكرا انك يعني شاركتي معنا هاد التجربة ديالك وهاد القصة ديالك وبنتمنى لك ان شاء الله ربنا يعوضك احسن وتعيشي سعيدة وفرحانة بكل حب وسعادة يا روح قلبي. شكرا لك سارة على هاد المكالمة الجميلة جدا. شو مكالمة وحمزة من ناظور. الو حمزة. الو لاباس؟ لاباس الحمد لله. تنام زيان بخير؟
الحمد لله كنشكركم كنشكر الطاقم التكنيكول. احنا كنشكروك سي حمزه على هاد المكالمه الجميله ديالك. الحمد لله سي حمزه. قل لي انا الكلمه اللي كانت عندي ما قدرش نقولها هي احبك. ايوا وشني وقع حتى بقيتي كتقولها؟ ايوا كانت عندي صاحبتي كتقرا معايا جات معايا شي 3 سنين ما قدرتش نقول لها احبك. داكشي تحاولت معها تحاولت معها شي 3 سنين يا لا انتي نفسك غتقول احبك ما قدرتي ما قلتيش احبك يا كبروتك يا اخي. طيب وبعدين هي قالت لك احبك ولا لا؟ الا مده 3 سنين باش تكمل 3 سنين هكا 3 سنين ونص عاد بديت بغيت نقولها مازال بغيت نقولها لحقاش كانت كتقرا معايا وعجبتني بزاف. وبعدين قلتها لها ولا لسه؟ فلي قلت احبك فوقاش هكاك حتى وصلت هذيك 4 سنين هكاك 4 سنين ونص. الحمد لله على السلامه يا خويا. كويس ان البنت عارفه ساكته كل ده. طب دلوقتي انتوا دلوقتي شنو كتقول لها دابا؟ قول لها احبك عشان تفرح وتقول الراجل اخيرا نطى ولما نطى في كبر. لا شنو وقع حتى قلتيها؟ يعني خصنا نعرفوا شنو السبب اللي حمسك بعدا. ايوا صافي لقيت لحقاش كانت هذيك الدريه زوينه بزاف وكاملين بغاو كانوا يبغاو يتصاحبوا معاها وداك الشيء كان كتقول لها نفسي. عاد دخل لي داك الشيء الاخر لقلبي بقيت كان شنو هو داك الشيء الاخر؟ ايوا وفي الاخر مورا 4 سنين وهي شنو جاوباتك؟ صافي في الاول ما جاوبتنيش حتى التالي حتى النهار الاول لا النهار الثاني. عملت لك ايه بقى؟ قالت لك ايه؟ حتى هي قالت لي كنبغيك. الف مبروك مورا 4 سنين جبرتي النتيجه والحمد لله. ايوا ديك السيده فين مشات دابا؟ اهم الو معاك. شوف هذيك السيده دابا فين هي؟ واش مازاله ولا ما بقيتوش؟ الو السي حمزه معاك كنسمعوك تفضل. ارجوك ما تفصلش دلوقتي عايزين نعرفوا كيف نعرفوا النهايه. حوالتك غير قولي ديك السيده فين مشات. لا يوسف رجع له المكالمة. عيط له يوسف. لا يوسف رجع عيط له. شوف شنو تعمل ورجع عيط له نخصني نعرف النهاية ما نقدرش. مع الأسف المكالمة انقطعت. سي حمزة من الناظر كنتمنى غدا إن شاء الله يتصل بينا وخا يكون موضوع كنهضروا على المريخ. عايزين نعرف حصل إيه. يكملنا موضوع سي حمزة من الناظر يعني أترجاك من هذا المنبر. إذن مع الأسف كان حمزة من الدور هو آخر متصل معنا فقرة دردشة. غادي نجوز بكم دابا الآخر فقرة في البرنامج واللعبة. رجعنا معكم مستمعينا الأعزاء باش نلعبوا آخر فقرة معنا في هذه الحلقة وهي فقرة اللعبة. واليوم غادي نلعبوا أنا وعائشة لعبة ديال آخر حرف في الأغنية. تينا غتبدأ. تينا قول أغنية وأنا أنا أقول أغنية وأنا يلا ماشي وهتستعدي. شو قول دك شي سهل يلا. أيوه. عندنا بعدا 10 ثواني فوالا عندنا 10 ثواني اللي غادي يعرف ماشي. اول اغنية يا طب طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه. يلا دابا شغل العداد. هالليله ديك الاغنيه ديال سامر سعيد نسمه بلاتي. ما بتبداش بهالليله العداد يا عداد بلاتي. هلاله وهلاله وهلاله احنا بينا في العرس دابا في العشاء. يلا نزل العشاء بسرعه. ايوه هاي 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 وهاديك برا بينها برا وقول حق المتكلم. لا صحح الغش ممنوع يا ماما. وانت غشاش باشا ما رضيتش تلعب معانا اسكت. ياسين طلع فوقي باش تبان لي. طيب يلا اخر حرف ايه هو في الاغنيه الغلط دي؟ هاي 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 هذيك دبابينا نون ماشي الالف نون. ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ناسيني ليه صافي وياك الكاف الكلام عدى الجمال تضحكي لي وتاخدي كام اطلع العمر اللي جاي بس وترد السلام عملنا ال دي مش كاف دي ال لا وترد السلام لا اصلا قلتيها غلط هي مش انت مش الكلام عدى ال 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 ك
الكلام الكلام اختي هو كيبدا بالكاف، حنا حيدنا الالف واللام كلام في وقفنا في حرف ميم. الميم يلا ما فيش حاجه تيجي كده اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني اسمعني هدلعني تاخد عيني كمان ترارا شنو انا اجيب لك انا ترارا الاغنيه بترارا انا جودت من عندي بص وبص بص زعلان ازعل ازعل نص نص بالصاد ايوه الصاد ايوه لا لا خلاص احنا خلاص لا يا سيدي الشريره وقفت في الصاد انا مين اجيب لك اغنيه قدها بحرف الصاد عادي فكري لا والو ما تتغشوني قولي طب انت اغنيه عشان انا اجيب اخرها صالينا اسمي سالينا بالسين مش صالينا صالينا بالصاد يلا من هذا الحب سالينا 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 انا ينغش صح يا منغشي النون يلا سالينا هي الالف ولكن مو وانا لسه قلت النون الالف الف الف سالينا ايوه الف الف يلا الف حسبي الله ونعم الوكيل لا يعني كتسرب عليا لا ولو الله يعوضه واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني ومع الاسف ما جبتيهاش يلا طب اش من حرف انا قعدت الاحظ عليك وانت عماله تعدي يلا انا في ايه مهنج ولا ايه بيعدي من غير ما نتكلم يلا اهواك واتمنى لو انساك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني الياء يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام احنا النهارده بنعيد نفسي عجرم يا سلام حلو الغرام ام ما انا قلت ميم ميم يلا قلت ميم ميم مفيش حاجه تيجي كده قلت قلناها اه وزيد شي حاجه اخرى من غير ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات تانية جايبه معاها شنطه فيها والزوبته بتقول واك 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 كا واك 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 ايوه برافو واك واك هذيك بالواو بالواو بابا دخيان قل بالجود كان يا ما كان كان يا ما كان كان الحب مالي بيتنا قوم دفينا الحنان والغش الزايد يا ماما بلاش مني خلاص يا جماعة دلوقتي خلاص للأسف الشديد وصلنا معكم مستمعينا لختام اللعبة ديالنا وختام حلقتنا لليوم كنتمنى تكونوا انشطتوا وفرحتوا معنا واستمتعتوا معنا كنشكركم بزاف على الاتصالات والمشاركات والتفاعل ديالكم في حلقتنا لليوم كنشكر أيضا طاقم البرنامج عاطف الإخراج ياسين من الإخراج أيضا في الإخراج ويوسف استقبال المكالمة شكرا لكم مستمعينا الكرام على الوفاء ديالكم والحب ديالكم لنا وللبرنامج ان شاء الله غادي نكونوا معكم غدا في نفس الساعه من 3 ل 5 من دابا تما كنتمنى تبقوا في احسن الاحوال مع السلامه